حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت مؤسسة عراق المستقبل المعنية بالشؤون الاقتصادية أن العراق خسر استثمارات أجنبية تزيد عن 52 مليار دولار أمريكي منذ عام 2013 وحتى عام 2023 بسبب الفساد. وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي، قال إن الأسباب الرئيسة لخروج هذه الاستثمارات من العراق تشمل بيئة الأعمال المتردية ونقص الشفافية والبيروقراطية المتراكمة وتعدد وتضارب مصادر القرار، موضحاً أن عدم وجود قوانين واضحة لحماية أموال المستثمرين الأجانب ساهم أيضاً في هذا التدهور. تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي أكثر من 1.3 مليار دولار خلال جلسات مزاد العملة الأسبوع الماضي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن نافذة بيع العملة الأجنبية، فإن المبيعات الكلية سجلت 1,387,699,900 دولاراً على مدار 5 جلسات توزعت على شكل حوالات إلى الخارج واعتمادات وسحب نقدي. أكد نائب ثائر الشويلي عدم وجود أي تغيير في قانون تعديل سلم رواتب الموظفين. وقال الشويلي إن ملف تعديل قانون سلم الرواتب بيد الحكومة حتى هذه اللحظة، وأضاف أن قانون سلم الرواتب يستهدف الدرجات العليا من أجل مراعاة دخل بقية المواطنين والموظفين، مشيراً إلى أن الوقت أصبح مثالياً للاستفادة من التجارب السابقة ورفع نسب رواتب الموظفين. هذا وشهد العراق تظاهرات كبيرة طالبت بتعديل سلم الرواتب وسط تسويف حكومي في هذا الملف. تجاوز إنتاج النفط في العراق مجدداً الحصص المستهدفة المحددة له بوساطة أوبك بلس خلال تموز. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة النفط العراقي سومو المتخصصة في تسويق النفط في العراق أن إنتاج الخام في البلاد قد ارتفع بواقع 160 ألف برميل يومياً، وبإضافة إنتاج النفط من كردستان العراق تجاوز إجمالي إنتاج النفط في العراق المستوى المستهدف من أوبك بلس والبالغ 4 ملايين برميل يومياً. وفي خبرنا الأخير، حذر مراقبون من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، لا سيما على أسواق الطاقة. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، إلا أن المراقبين أكدوا أيضاً أن مؤشرات أسعار النفط ما زالت مستقرة رغم هذه التقلبات، وأن العراق خارج حسابات الربح والخسارة في تقلبات سوق النفط لاعتماده على الاقتصاد الريعي. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.